وافقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على فكرة الحج الميسر المتكون من 10 حملات تضم 2000 حاج بسعر 1300 دينار بواقع 200 حاج مع كل حملة. اللجنة العليا للحج والعمرة تعمل وفق استراتيجية واضحة ومحددة الأهداف ترمي إلى تسهيل إجراءات الحج للمواطنين. استعدادا لموسم حج هذا العام، عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اجتماعها الأول مع السلطات السعودية لتيسير وتسهيل حج هذا العام. لم تسجل على دولة الكويت أي ملاحظة الآن للسنة الرابعة بفضل الله سبحانه وتعالى، أي ملاحظة، وأشادوا حقيقة بتعاون دولة الكويت وحجاج دولة الكويت وحملات الحج مع التعليمات والتوجيهات من السلطات السعودية، وهذه الحقيقة كلها مؤشرات إيجابية راح تساعدنا حقيقة وتعجل في الموافقات بإذن الله تعالى. لا شك أن هناك تطوير للخدمات، جميع الخدمات اليوم صار الحج وإدارة الحج من خلال برنامج الحج الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، تتم عمليات الحج جميعها، دفع الرسوم وإبرام العقود وإصدار تصريح الحج، كل هذه من خلال منظومة عمل متكاملة إلكترونية. وللحد من الغلاء المتزايد لأسعار حملات الحج، وضعت الوزارة خططها في تحديد 10 حملات بمبلغ 1300 دينار للحاج بواقع 20 حاج لكل حملة. إيجاد عدد 10 حملات بواقع 1300 دينار لكل حملة، وكل حملة يكون عددها 200 حاج، المجموع سيكون 2000 حاج وهو 25% من عدد حجاج دولة الكويت. سيكون السعر المعتمد لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو 1300 دينار، يتم تسجيل عبر الأونلاين عبر برنامج الحج الإلكتروني. بالنسبة لحج البدون طبعا قدمنا طلب لحجهم في هذا العام، وإن شاء الله طبعا موعودين كعادة المملكة العربية السعودية في تيسير منسك الحج لهذه الفئة، وأيضا تقدمنا طلب آخر بأيضا تمكين الأخوة البدون من العمرة، وأيضا وعدونا حقيقة خير، وإن شاء الله الحمد لله يعني تجربتنا في السنوات الماضية كانت تجارب ناجحة. تتكاثف الجهود بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والسلطات السعودية لتهيئة وتسهيل موسم حج هذا العام وخدمة ضيوف الرحمن. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.